التاسعه مساء بتوقيت القاهره، نشره جديده مفصله من القاهره الاخباريه. اهلا بحضراتكم، اهلا بك داليا. اهلا بك منى، اهلا بكم. والبدايه مع ابرز العناوين. محكمه اتحاديه تحدد الرابع من مارس المقبل موعدا لمحاكمه ترامب في قضيه اقتحام الكونغرس. والبرهان يؤكد ان الجيش السوداني سيقاتل حتى النصر ودحر التمرد. والاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه الكامل لسفير فرنسا في النيجر لمواجهة ضغوط المجلس الانتقالي. في الرابع من مارس محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في واشنطن في قضية اقتحام الكونغرس. كانت محكمة ولاية جورجيا حددت في 6 سبتمبر المقبل موعدا لاستدعاء ترامب. يأتي ذلك في القضية الخاصة بالتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. كان محامو الرئيس الأمريكي السابق طلبوا ببدء المحاكمة في إبريل لعام 2026 بعد نحو عام ونصف من الانتخابات المقبلة. محاولات مضنية يبذلها الديمقراطيون للحفاظ على منصب الرئيس في عهدتهم لولاية ثانية. هذه المحاولات تواجهها عوائق كثيرة، أبرزها تقدم سن الرئيس بايدن وما يثار عن تورط عائلته في قضايا فساد. يقال إن الوقت لا ينتظر أحداً. قد يكون هذا هو السبب الذي سيحول دور فوز الرئيس جو بايدن البالغ من العمر 80 عاماً في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024. ففي وقت يتسم بالخلاف الشديد، اتفق الأمريكيون على أمر واحد، وهو أن جو بايدن بات أكبر سناً ولا يستطيع أن يكون رئيساً فعالاً خلال ولاية ثانية، حيث أظهر استطلاع جديد للرأي أجراه مركز الأسوشيتد بريس نيويورك لأبحاث الشؤون العامة أن 77% من الأمريكيين المشاركين في الاستطلاع يروا أن بايدن أكبر سناً ولا يستطيع أن يكون رئيساً فعالاً لأربع سنوات أخرى. ليس هذا فحسب، بل يواجه بايدن أيضاً اتهامات بالفساد تسمح بإثارة قضية عزل له، حيث قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي أن السجلات المصرفية تظهر أن بايدن أنشأ 20 شركة وهمية، بينما كان يشغل منصب نائب الرئيس من 2009 إلى 2017. على الجانب الآخر، فإن دونالد ترامب البالغ من العمر 77 عاماً والذي يصغر بايدن ببضع سنوات فقط يثير مخاوف أخرى أقل بشأن عمره ولوائح الاتهام الجنائية الكثيرة الموجهة إليه، إلا أنه يحسب لترامب صلابته وتصميمه، فرغم الملاحقات والمحاكمات التي ستضنيه خلال حملته الانتخابية، إلا أنه عازم على المضي قدماً نحو الترشح للرئاسة والوصول إلى البيت الأبيض ثانية في 2024. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن السيد جويل روبن نائب وزير خارجية أمريكا السابق. أهلا بك معنا سيد روبن. حديثنا اليوم عن هذه المحاكمة الخاصة بالرئيس دونالد ترامب، و يعني في البداية هل تتفق مع وجهة النظر أو ما عرض من قبل أحد
أعضاء الحزب الديمقراطي بأن هذه التوقيتات الخاصة بالمحاكمات قد تمثل عائقا كبيرا أمامه في خوضه للانتخابات القادمة. من دواعي سروري أن أتحدث معكم اليوم. هذا التاريخ الذي حدد لهذه المحاكمة 4 مارس لن يكون أسوأ يوم بالنسبة لدونالد ترامب. أعتقد أن هذه التواريخ تأتي في سياقها المعتاد لأنها قريبة تماما بما نتوقعه، سوف تكون على مثابة 6 أشهر فقط ليس لأعوام، وأيضا تأتي قبل اليوم الذي ندعوه اليوم الثلاثاء الخارق وهو السوبر تيوزداي الذي يقر فيها الديمقراطيين والجمهوريين التصويت. وأعتقد أنه في اليوم الثلاثاء بعد يوم محاكمة ترامب سوف تعقد الانتخابات، فبالنسبة لترامب لابد أن يكون لديه بعض الإعدادات المتوازنة للمحاكمة وللسباق الانتخابات، وسوف نرى ترامب في المحكمة. هذا الأمر وهذا اليوم عسير جدا على دونالد ترامب. نعم سيد روبل، يعني هل تعتقد أن إعلان دونالد ترامب مبكرا عن خوض الانتخابات كانت هي محاولة منه لتوفير حماية سياسية له؟ لا أعتقد ذلك، لأنه إذا ما كان هذا هو الأمر وما هو عليه سوف تكون هناك الكثير من الإشكاليات التي تعيق انتخابه، وسوف تكون هناك بعض الاختلافات في تلك الأصوات، وسوف تكون هناك كثير من الإشكاليات في النظام الانتخابي، فبالتالي هذا الأمر لا يقدم أي حماية أو حصانة من الملاحقة النيابية لأي شخص، فبالتالي لا تعتبر أي أداة للحماية السياسية. وكما طرح من جانب القائم على المحاكمة والقضاء أن هذا لا يقدم أي حصانة إلى ترامب، وبالتالي هو فقط يؤثر على تاريخه السياسي. هل تعتقد أنه في ضوء الاتهامات الموجهة والراهنة للرئيس ترامب، هل تعتقد أنه باتت فرصة الجمهوريين في هذه الانتخابات القادمة 2024 باتت فرص أقل؟ نعم أعتقد أن هذا الأمر يؤثر على موقف الجمهوريين، ولكن هذه اللحظة ليست حاسمة لأنه لا زال هناك الكثير من الخيارات. كما رأينا في المناظرات في الأسبوع الماضي لم تكن هناك الكثير من انتقادات ضد ترامب، ولكن هناك كثير من المحاولات لانفصال كافة الإجراءات عما يفعله ترامب، وهذا ما يمكن أن ينجح به أي شخص في هذه الانتخابات. لابد أن يظهر الثقة بينه وبين خصمه، وبالتالي سوف نرى على سبيل المثال راندي سانتس وهو المرشح الثاني الآن هو يحاول أن يكون هناك انفصال لأن يخبر الداعمين أن ترامب ربما يزج به بالسجن، ولكن أعتقد لن يفعل ذلك. أن في الأسبوع القادم سوف تكون هناك كثير من المناصرين لدونالد ترامب، وأعتقد أن هذا يطرح الكثير من التغيير في المسار الانتخابي. نعم يعني هل تتوافق مع أي من وجهة النظر القائلة بأن هذه المحاكمات الخاصة برئيس أمريكي سابق أنها هي يعني تهدد الديمقراطية الأمريكية، أم الجانب الآخر الذي يقول أنها يعني ربما تكون معززة لاستقلالية القضاء فيها؟ حسنا بالطبع هذا اليوم عسير للغاية، وهذه الفترة عصيبة على الولايات المتحدة، بأكمل أن يكون رئيس سابق في هذا الموقف، ولكنه لن يكون في ذلك الموقف إن لم يرتكب أي جرائم أو جرائم مزعومة، فبالتالي الأمر الذي يتعلق بالديمقراطية الأمريكية هو أمر يتعلق بمشاركة الأمريكيين والذين يؤكدون على اتباع حكم القانون والنظام الديمقراطي في البلاد، ولهذا نرى في هذه الاتهامات ضد ترامب أنه لم يفعل هذا الأمر لكنه حاول أن يقود الديمقراطية الأمريكية وأن يقود سلطتها، وهذا هو الخطر الأكبر. هذا هو الجانب المظلم. منذ 6 يناير كان أمرا عصيبا ويوما عسيرا على الولايات المتحدة، ولكنه لم يحدث بمعزل عن الحوافز والدوافع التي من جانب مناصرين ترامب، وبالتالي نراه اليوم في هذه المحاكمة، ولكنه يوم حزين، ولكن هذا
الموقف الخاص بدونالد ترامب وهو من أتى بهذا الأمر لنفسه. نعم، بشكرك شكرا جزيلا من واشنطن السيد جويل روبن نائب وزير خارجية أمريكا السابق، شكرا جزيلا لوجودك معنا في القاهرة الإخبارية، شكرا لك. والآن إلى الشأن السوداني. أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن كل الشعب السوداني يقف إلى جانب الجيش. هذا وأضاف البرهان في كلمة له بقاعدة فلامينغو العسكرية بولاية البحر الأحمر أن ميليشيا الدعم السريع لا تشبه الشعب السوداني ولا أخلاقياته. كل الشعب السوداني واقف مع الجيش، وكل وحداتنا في كل مكان واقفة وقفة واحدة عشان تهزم هذا التمرد، عشان تهزم هذه الخيانة، عشان تهزم هؤلاء المرتزقة القادمين من مختلف أصقاع الدنيا. كلنا شفناهم، نحن نعلم أن أهلنا في دارفور وأهلنا في كردفان وفي كل مكان في الشمال وفي الشرق والغرب ما تقوم به هذه المجموعات التي غزت الخرطوم وغزت نيالة وغزت الجنينة وغزت كثير من ضواحي دارفور لا تشبه السودانيين ولا تشبه أخلاق السودانيين ولا تشبه أعمال وخصائل الشعب السوداني. كما أضاف البرهان أن القوات المسلحة تعمل على إنهاء التمرد وإعادة ترتيب الجيش. كما أكد البرهان أن الجيش سينتصر وسيقاتل حتى النهاية ويلحق بالمتمردين هزيمة ساحقة. نحن كلنا وقتنا كله الآن مكرسينه للحل، مكرسينه لإنهاء هذا التمرد. نحن مكرسين كل جهدنا أن ننتهي من هذه المحنة ونخرج منها كلنا أقوياء صامدين، أقوياء مرفوعي الرأس. أنا عندي يمكن كلام بسيط لا أرسله للناس. نحن طبعا واقفين بين قاتل جيش وقو سودان برانا، ما معانا أي ظهير، ونحن بنعتز بالكلام ده. نحن بنقاتل برانا كجيش وبنقاتل برانا كسودانيين. نحن معتمدين على رقبتنا وحنعتمد على رقبتنا وعلى الله، ما عندنا زول ثاني. لذلك مقتنعين بأن النصر آتي، النصر آتي ونصر ساحق حيكون على هؤلاء الفلول وعلى هؤلاء المرتزقة. وفي كلمته أوضح البرهان أن الحرب في السودان بدأت بكاذبة أن الجيش من فلول النظام السابق، حيث شدد البرهان على أن الجيش هو جيش الشعب السوداني ولا يتبع أي جهة. الحرب دي بدوها بكذبة، بكذب أن الجيش فلول. هسه هنا في فلول، هنا في كيزان، هنا هسه وصل نازل هنا ده، وين ده جيش أغبش، جيش ما فيه أي زول يقول والله دي كذبة. الناس قاعد يكذبوا على الناس. نحن جيش ما عندنا كلام ولا عندنا لف ولا عندنا دوران. جيش القوة ده الناس كلهم عارفينه، وحنقاتل 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 لغاية ما نكمل. إذا كملنا البلد دي بخيتة وسعيدة عليهم، إذا فينا زول واحد حيقاتل لغاية ما نصل للي نحن دايرينه.
هذا وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن الجيش السوداني استهدف تحركات الدعم السريع بمدينة أم درمان القديمة. وأضاف مراسلنا أن الجيش السوداني يواصل القصف المدفعي من قاعدة وادي سيدنا تجاه مواقع وتمركزات الدعم السريع بالمدينة القديمة. وتعقيبا على آخر تطورات المشهد السوداني، معنا من القاهرة الأستاذ السماني عوض الله، رئيس تحرير صحيفة الحاكم نيوز السودانية. أستاذ السماني، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. ما الذي تشي به تصريحات الفريق برهان اليوم؟ مساء الخير عليكم وتحية لكم. حقيقة التصريحات اللي طلع رئيس مجلس السيادة الفريق ركن تاح القرآن تدل بوضوح وقطع أحاديث كثيرة جدا كانت يتم تداولها على الساحة السياسية السودانية، لأن خروجه من القيادة العامة وزياراته إلى أم درمان وعبرة وبورسودان تمت عبر صفقة بينه وبين قيادة الدعم السريع وقوى الحرية والتغيير. لكن تصريحاته التي أطلقها اليوم خلال زيارته إلى قاعدة فلامينغو بولاية البحر الأحمر ببورسودان نفى أن تكون هناك أي صفقة تمت بينه وبين أي من الجهات التي كانت تحاصره والتي كانت تدعي أنه تحاصره داخل القيادة العامة. كذلك أن تصريحاته التي أطلقها اليوم أشارت بوضوح أنه لن يتم هناك توقيع أي اتفاق مع من وصفهم بالخونة الذين قال أنهم دنسوا الساحة وأنهم خانوا العهد وخانوا السودان وخانوا شعب السودان. كذلك أشار البرهان في حديثه إلى أن الشعب السوداني ظل واقف وداعم إلى قوات الشعب المسلحة، الأمر الذي يؤكد أن هنالك تلاحم ما بين الجيش وبين الشعب السوداني. لذلك أن التصريحات البرهان اليوم أشار فيها بوضوح أنه ليس هنالك صفقة تمت بينه وبين أي من الجهات حتى يتكنى الخروج من الحصار الذي كان يدعي بعض الجهات أنه تفرضه عليه. ربما هذه هي أهم المستخلصات سيد عوض الله. ماذا عن خروج القائد العام لأول مرة منذ نشوب هذه الحرب أو هذه المعارك والاشتباكات في السودان؟ ما الذي تحمله هذه الزيارات الداخلية والتي يعقبها زيارات خارجية؟ نعم، الزيارات التي أول التي قام بها البرهان داخل أم درمان وفي مدينة عطبرة وفي مدينة بورسودان بشرق السودان تدل بوضوح أن القوات المسلحة الآن تمسك على زمام الأمور وأنها تسيطر ميدانيا على الأوضاع الأمنية والعسكرية في السودان. كذلك تشير بوضوح على أن هنالك نوع من المساحة التي يمكن أن يتحرك فيها رئيس مجلس السيادة لمخاطبة الجماهير، لمخاطبة القوات المسلحة، لإدارة دفة الحكم خاصة، وأنه اليوم قد عقد اجتماع لمجلس الوزراء وكذلك اجتمع بنائبه مالك عقار وكذلك بدأ يباشر مهامه الرئاسية من مدينة بورسودان التي ربما تكون عاصمة إدارية مؤقتة لحين استتباب الأمن والاستقرار في الخرطوم. بالحديث عن الأوضاع المؤقتة سيد عوض الله، أستأذنك إجابة سريعة من فضلك لضيق الوقت. هناك أنباء عن النية لتشكيل حكومة تصريف أعمال مؤقتة، أهمية هذه الخطوة في هذا التوقيت ما الذي تعكسه؟ نعم والله هي خطوة تأخرت كثيراً. تشكيل حكومة إدارة أعمال مؤقتة، كان يفترض أن يتم تشكيل هذه الحكومة لإدارة الأزمة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل، ولكن تأخيرها تأخرت كثيرا، ولكن تشكيلها في هذا الوقت ربما يساعد وفي وتيرة توفير المساعدات الإنسانية، انسياب الحياة العامة والخدمات للمواطنين في الولايات التي لم تتأثر بهذه الحرب. كذلك يمكن
أن تقود هذه الحكومة تحركات دبلوماسية كبيرة جدا خارجية لفتح و هل هناك مؤشرات من يتولى هذه الحكومة أو ملامحها؟ حسب ما ورد من أنباء أن هنالك أن وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم هو أكثر الناس الذين تم ترشيحهم لإدارة هذه الحكومة، خاصة جبريل إبراهيم قد كانت له إدارة جيدة جدا في وزارة المالية خلال الفترة الماضية، رغم الصعوبات ورغم المشاكل الكثيرة التي واجهت وزارة المالية سواء كان في الإيرادات أو في غيرها لا من المشاكل، لكنه استطاع رغم ذلك الإنفاذ كثير من الالتزامات المالية سواء كان في من الفصل الأول المتعلقة في المرتبات وكذلك توفير بعض الموارد لعمليات التنمية المختلفة. شكرا ضيفنا من القاهرة السماني عوض الله رئيس تحرير صحيفة الحاكم نيوز السودانية، شكرا جزيلا لك. والآن مع تطورات الأوضاع في النيجر. أكد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لسفير فرنسا في نيامي لمواجهة ضغوط المجلس الانتقالي في النيجر. وكان المجلس الانتقالي قد أمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة نيامي وهي المهلة التي انتهت الأحد. من جانبه شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن السفير الفرنسي باق في مقر إقامته في نيامي عاصمة النيجر رغم ضغوط المجلس الانتقالي. هذا وأشار ماكرون إلى أن فرنسا ستواصل سياستها الحازمة تجاه النيجر وستعمل أيضا مع مختلف الشركاء حتى إعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم، مؤكدا عدم الاعتراف بالمجلس الانتقالي. وحضر الرئيس الفرنسي من أنه في حال تخلي مجموعة دول غرب إفريقيا عن بازوم فإن رؤساء المجموعة سيكونون معرضين للخطر. هذا وتسود حالة من الترقب في النيجر بعد انتهاء المهلة التي حددها المجلس الانتقالي للسفير الفرنسي من أجل مغادرة البلاد. يأتي هذا وسط استمرار الموقف الفرنسي بالتمسك بعدم الاعتراف بأي قرارات يصدرها المجلس الانتقالي في النيجر. ترقب يسيطر على المشهد السياسي في النيجر لا سيما مع انتهاء المهلة التي حددها المجلس الانتقالي لسفير فرنسا لدى نيامي لمغادرة البلاد. ووسط إجراءات مشددة وتضييق أمني مكثف يمكث السفير الفرنسي سيلفان إيتي داخل مقر السفارة بعد رفضه الاجتماع مع أعضاء المجلس الانتقالي في النيجر في موقف اعتبرته السلطة الجديدة في نيامي متعارضاً مع مصالح البلاد. ورغم تهديدات المجلس الانتقالي بقطع المياه والكهرباء عن السفارة الفرنسية في نيامي يظل الموقف الفرنسي ثابتاً لا يتغير، وهو عدم الاعتراف إلا بسلطة الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم، ومن ثم رفض تنفيذ أي قرار يصدر عن السلطة التي أطاحت بحكمه. ومنذ بداية الأزمة في النيجر كانت فرنسا في مهب رياح الغضب الشعبي ومظاهرات الاحتجاج الواسعة التي شهدتها العاصمة نيامي، وكان آخرها الأحد الماضي حيث تجمع عشرات الآلاف أمام القاعدة العسكرية الفرنسية وقرب السفارة مطالبين برحيل السفير وقوات بلاده وسط اتهامات لباريس باستغلال ثروات النيجر ومحاولة استعادة الهيمنة الفرنسية لما كانت عليها قبل استقلال النيجر عام 1960. وعلى الجانب الآخر لم يخفي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قلقه البالغ
منذ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، واتخذ العديد من الإجراءات العقابية تمثلت في وقف المساعدات المالية والإنسانية، وهو ما قابله المجلس الانتقالي بقرار وقف صادرات الذهب واليورانيوم إلى باريس وإلغاء جميع الاتفاقيات العسكرية بين البلدين. ما بين تهديدات بالتدخل العسكري من جانب مجموعة دول غرب أفريقيا إكواس لاستعادة الحكم الدستوري، وبين تربص وضغط القوى الغربية خوفاً على المصالح والثروات والوجود العسكري، تبقى النيجر على صفيح ساخن تنتظر ما ستؤول إليه الأمور في الساعات القادمة وما ستسفر عنه المواجهة بين المجلس الانتقالي والأطراف التي ترفض الاعتراف به. والآن نتحول إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. دفعت موسكو بطائرتين مقاتلتين لمنع طائرتين مسيرتين أمريكيتين من انتهاك حدودها فوق البحر الأسود وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الروسية. تعد هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال 24 ساعة بعد اعتراض مقاتلة روسية الأحد لطائرة استطلاع مسيرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي، وأشارت إلى منع المسيرة الأمريكية دخول المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود. هذا وقالت روسيا قللت روسيا من أهمية مرور سفينة ثانية من أوكرانيا عبر ممر مؤقت بالبحر الأسود. صحيح، وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن عبور السفينة ليس له علاقة بآفاق تتعلق بإبرام اتفاق حبوب جديد يشمل روسيا. وأفاد بيسكوف بأن إحياء اتفاق الحبوب مع أوكرانيا يعتمد على وفاء الغرب بتعهداته لموسكو فيما يخص صادرات الحبوب والأسمدة الروسية. كانت كييف أعلنت أن سفينة تحمل منتجات صلب إلى إفريقيا أبحرت من ميناء أوديسا بأوكرانيا عبر ممر مؤقت بالبحر الأسود، وهي ثاني سفينة تمر من هناك منذ انسحاب موسكو الشهر الماضي من اتفاق البحر الأسود. فيما قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا إن كييف تعارض بشدة فرض أي قيود على من الدول المجاورة على واردة الحبوب. تصريحات كوليبا تأتي مع قرب انتهاء قيود الاتحاد الأوروبي على واردات الدول الأعضاء به من الحبوب في 15 من سبتمبر المقبل. وعلى صعيد آخر، كشفت أوكرانيا عن إعادة السيطرة على بلدة جنوب شرقي البلاد. وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ماليار إن السيطرة على القرية الواقعة في منطقة زابوريجيا تأتي في إطار محاولات القوات الأوكرانية التقدم جنوبا ضمن هجومها المضاد على القوات الروسية. طالبت بولندا ودول البلطيق بيلاروسيا بطرد مجموعة فاغنر الروسية من أراضيها. شدد وزير الخارجية البولندي ماريوش كامينسكي على أن بلاده ودول البلطيق ستغلق حدودها مع بيلاروسيا حال أي خطر. هناك أمران ضروريان لتحقيق استقرار الوضع على حدودنا مع بيلاروسيا. نطالب السلطات في مينسك بأن تغادر مجموعة فاغنر أراضي بيلاروسيا على الفور، وأن يغادر المهاجرون غير الشرعيين الذين جمعتهم السلطات البيلاروسية على الحدود وإعادتهم إلى بلدانهم. وفي حالة وقوع حادث جسيم أيا كان وقوعه، سواء على حدودنا البولندية أو حدود ليتوانيا ولاتفيا، سنتخذ رد فعل انتقاميا على الفور، فضلا عن إغلاق جميع المعابر الحدودية في الحال. هذه نشرة مستمرة مع حضراتكم وفيها بعد الفاصل. السلطات البريطانية تعلن استئناف الملاحة الجوية بعد علاج مشكلة فنية طارئة
في بعض المطارات. أهلا بكم من جديد. اختتمت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن مفاوضات سد النهضة بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا. وأفاد المتحدث باسم وزارة الري المصرية بأن هذه الجولة والتي استمرت يومين لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي، مؤكدا أن مصر تواصل مساعيها الحثيثة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي. وأشار المتحدث إلى ضرورة أن تتبنى جميع أطراف التفاوض رؤية شاملة تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، بما ينعكس إيجابا على جولات التفاوض القادمة. نقلت وكالة رويترز عن مصدر حكومي ليبي أن حكومة عبد الحميد للبيبة أقالت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها نظيرها الإسرائيلي. أثار لقاء المنقوش نظيرها الإسرائيلي إلي كوين في روما الأسبوع الماضي موجة من الاحتجاجات. استنكر مجلس النواب الليبي لقاءه هذا اللقاء معتبره جريمة قانونية وأخلاقية في حق الشعب الليبي وثوابته الوطنية. أكد القاسم وان رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي أن المرحلة الأولى من خطة انسحاب البعثة تمت بنجاح في الوقت المحدد لها، مشددا على أن الأمم المتحدة ستظل باقية في مالي لدعم جهود تحقيق الاستقرار. كان رئيس البعثة الأممية قد قال إن انسحاب بعثة مالي والتي بنيت على مدى عقد من الزمن خلال فترة 6 أشهر هو مسعى معقد وطموح، مشيرا إلى صعوبة التحديات التي واجهتها البعثة خلال هذه المرحلة بما في ذلك التحديات السياسية. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور فيتنام في 10 سبتمبر المقبل، حيث سيلتقي الأمين العام ومسؤولين آخرين. وقال إن الزعيمين سيناقشان تعميق العلاقات بين البلدين وتعزيز الاقتصاد الفيتنامي الذي يركز على التكنولوجيا ويحركه الابتكار. يذكر أن بايدن كان قد أعلن في وقت سابق أنه سيزور فيتنام بهدف تغيير العلاقات مع هانوي. أعلنت هيئة الحركة الجوية الوطنية البريطانية أنها حددت وعالجت المشكلة الفنية التي أثرت على نظام تخطيط الرحلات الجوية، مما تسبب في عطل بأنظمة المراقبة الجوية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة. وأضافت أنها تعمل بشكل وثيق مع شركات الطيران والمطارات لإدارة الرحلات الجوية المتأثرة. جاء ذلك بعد أن تسبب عطل تقني في تأخير عشرات الرحلات الجوية في بعض المطارات. وتعليقا على هذا الخبر، ينضم إلينا من لندن دكتور محمد أبو العينين الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن البريطاني. سيد محمد، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. هل لك أن تطلعنا على أسباب هذا العطل الفني؟ حتى هذه اللحظة لم يتم الوقوف بشكل محدد على سبب العطل الفني الذي دفع سلطات الطيران في بريطانيا إلى التعامل بشكل يدوي مع حركة الطيران، الإقلاع والهبوط، بما ترتب عليه تأخير ما يزيد عن 190 رحلة طيران عبر أوروبا، وكذلك تأثرت الرحلات المتجهة من بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي يبلغ عدد رحلاتها ما يقارب 200 رحلة يوميا. هذا أثر على عدد من المطارات الموجودة، أهمها هو مطار هيثرو الأكثر ازدحاما أو واحد من أكبر أهم المطارات حول العالم باعتباره هب أو
مركز تجميع للطائرات سواء عبر الأطلسي أو عبر أوروبا، إضافة إلى مطارات أخرى ستانشتيد وكذلك مطار جاتويك وعدة مطارات في المملكة المتحدة. هذه من المرات الأول التي ربما تصل فيها حركة الاضطرابات، فوفقا لسيرام وهي الشركة متخصصة في تحليل البيانات تؤكد على أنه ربما هو يوم غريب لأنه في نهاية المطاف هو عطلة رسمية في بريطانيا. هناك ازدحام بمعدلات كبيرة في رحلات الطيران والإقلاع والهبوط نظرا لعودة الرحلات ربما وانتهاء فترات الأجازات الصيفية سواء في بريطانيا أو القادمة إلى بريطانيا. نعم. في تقديري أنه ربما يكون هناك بعض لا يستبعد بعض الأطراف وجود ربما محاولات ربما لهجوم إلكتروني أو ما إلى ذلك، ولكن لم يتأكد هذا الأمر حتى هذه اللحظة. المؤكد أنه حركة الطيران عادت إلى حد بعيد إلى طابق ما كانت عليه. هذا هو ما يمكن أن نقوله حتى هذه اللحظة. نعم، حضرتك تحدثت عن 190 رحلة طيران عبر أوروبا و200 رحلة للولايات المتحدة. أي تداعيات تتركها هذه الأرقام الكبيرة للرحلات على الاقتصاد البريطاني؟ لا أعتقد أنه المسألة تصل إلى حد الإضرار بالاقتصاد البريطاني في يوم واحد. يعني الاقتصاد البريطاني اقتصاد كبير ومتعدد وخامس أكبر اقتصاد على مستوى العالم، وبالتالي لا أعتقد هناك تأثيرات بكل تأكيد، ولكن لا تصل. هل هناك تقديرات مبدئية بحجم الخسائر مثلا؟ لا 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 لا، الشركات هنا هي شركات قطاع خاص، حتى الشركة التي تتحكم في حركة الإقلاع والهبوط هي شركة قطاع خاص تساهم فيها الحكومة البريطانية بنسبة تقارب 49% من أسهم هذه الشركة، وبالتالي التأثيرات الاقتصادية بكل تأكيد سيكون لها تأثيرات اقتصادية على هذه الشركات وعلى هذا القطاع، لكنها لا تصل إلى حد أن تؤثر تأثيرا بينا على اقتصاد المملكة المتحدة. نحن نتحدث عن حركة طيران كبيرة، نتحدث عن زيادة في نسبة الطيران عن معدلات العام الماضي تزيد عن 83% نسبة الارتفاع عن الأعوام الماضية. إذا نحن أمام حركة طيران كثيفة. نعم. في هذه الأعوام عادت رحلات كثيرة من وإلى بريطانيا بعد أزمة كوفيد 19. حضرتك أستاذ محمد أشرت إشارة سريعة إلى أن هناك احتمالات لأن تكون هذه محاولات لهجوم إلكتروني، هذا الاحتمال ما مدى وجاهته؟ حتى اللحظة لا يمكن التأكيد على هذا الأمر، ولكن لا يستبعد كأحد الاحتمالات الموجودة لأنه الجميع يعلم أنه هناك مخاطر. هذه المخاطر مرتبطة بطبيعة الحال ربما بالصراع الدائري الآن ما بين أوكرانيا وروسيا، ودائما ما تكون هذه الأحداث سواء كانت متعلقة باختراق لمنظومة إلكترونية أو ربما هذه المنظومات. هل هذه الحادثة مثلا سوابق تاريخية؟ هل هي متكررة في المطارات البريطانية مثلا؟ حدثت أعتقد منذ عامين، ولكنها لم تصل إلى الحجم الذي وصلته هذه المرة وأن يترتب عليها تأخيرات بهذه الطريقة. فكرة التأخيرات ليست ناتجة عن التدخل، ما حدث بشكل محدد هو أن نظام التشغيل في بريطانيا هو نظام إلكتروني. نعم. يعتمد بشكل كامل على عدم وجود أو تدخل العنصر البشري سواء في عمليات الهبوط أو الإقلاع، وبالتالي هو يدار إلكترونيا. تدخل العنصر البشري نتيجة الخلل الذي وقع في نظام التشغيل الإلكتروني أدى إلى عرقلة عمليات الإقلاع والهبوط، لأنه بطبيعة الحال هذا يأخذ وقت أطول من التصرف أو الإدارة الإلكترونية لهذا الأمر. هذا الأمر لا يحدث في العادة إلا إذا كان هناك
ربما عمل تخريبي او ربما هناك هاكر او ما الى ذلك لاختراق المنظومه الالكترونيه ومنظومه التشغيل الافتراضيه التي تتحكم في هذه الاجهزه والادوات. شكرا دكتور محمد ابو العنين الكاتب الصحفي المتخصص في الشان البريطاني على هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية الاتفاقات المبرمة في إطار مجموعة بريكس، وفي المقام الأول توسيع المنظمة، كذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث هنأ بوتين ناريندرا مودي بمناسبة الهبوط الناجح لمحطة الفضاء الهندية تشاندرايان 3 على سطح القمر. كما أكد الرئيس الروسي الاستعداد لمواصلة تطوير التعاون الثنائي بين موسكو ونيودلهي في قطاع الفضاء. استدعت وزارة الخارجية اليابانية السفير الصيني لدى طوكيو، يأتي ذلك احتجاجا على المكالمات الهاتفية المتعلقة بتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما. وفي بيان حثت اليابان الصين على ضمان سلامة مواطنيها المقيمين بها. هذا وتواجه اليابان انتقادات شديدة بعد المضي قدما في خطتها بتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية في البحر والتي بدأتها منذ أيام. ووسط مخاوف من تداعيات ذلك على البيئة البحرية، أوقفت الصين جميع واردات المنتجات البحرية من اليابان. خطوة أثارت جدلا واسعا واحتجاجات في العديد من الدول المجاورة والمنظمات البيئية، فاليابان رغم كل الاعتراضات أصرت على تنفيذ خطتها، وبدأت بالفعل قبل أيام في تصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادئ. مياه فوكوشيما تسببت في أزمة كبيرة بين اليابان والصين التي كانت في مقدمة الدول التي انتقدت بشدة هذه الخطوة، ووصفتها بأنها عمل أناني وغير مسؤول. وإثر ذلك قررت بكين حظر جميع المنتجات البحرية الواردة من اليابان، قائلة إن هذا القرار يهدف إلى منع خطر التلوث الإشعاعي المحتمل والحفاظ على الأغذية وحماية صحة المستهلكين الصينيين. بدورها أعربت اليابان عن انزعاجها مما اعتبرتها مكالمات هاتفية تتضمن مضايقات من جانب الصين، مطالبة بضمان أمن رعاياها المقيمين في الصين. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تطورت الأزمة بين البلدين إلى حد استدعاء اليابان السفير الصيني لديها احتجاجاً على هذه المضايقات. نتلقى الكثير من المكالمات الهاتفية تتضمن مضايقات بشأن تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية. هذه التطورات مؤسفة للغاية، ونحن نشعر بالقلق. سنواصل حث الحكومة الصينية على اتخاذ ردود فعل مناسبة، مثل دعوة شعبها إلى التصرف بهدوء وإعلان المعلومات الصحيحة بشأن تصريف المياه. يأتي هذا فيما قال عدد من العلماء إن التأثير طويل المدى للنشاط الإشعاعي المنخفض الذي يبقى في الماء يحتاج إلى ملاحظة. 12 عاماً مضت على كارثة فوكوشيما، إلا أن تداعياتها ما تزال تلقي بظلالها على اليابان والدول المحيطة. ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن جامعة تشابل هيل بولاية نورث كارولينا شهدت إصابات نتيجة إطلاق نار. أضافت أن الشرطة تلاحق شخصاً مسلحاً يشتبه بأنه الذي وقف وراء إطلاق النار في هذه المنطقة. وذكرت جامعة نورث كارولينا مرتديها من وجود مسلح داخل مبنى الجامعة، ونشدتهم التحصن والابتعاد عن النوافذ. للمزيد ينضم إلينا من واشنطن الزميل رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. يعني رامي، ما هي آخر الأخبار لديك؟ إطلاق النار في نورث كارولينا، وهذه حقيقة هي ليست أول مرة في هذه المنطقة. ما يعني لديك من معلومات حول الإصابات ومرتكب هذه الحادثة؟
مرحبا منى، حتى الآن ليس هناك أي أنباء عن أي إصابات، حتى مسألة إطلاق النار في حد ذاتها ليست مؤكدة، ولكن المؤكد هو أن الشرطة في ولاية نورث كارولاينا رصدت شخصا مسلحا وخطيرا داخل مبنى الجامعة، جامعة نورث كارولاينا، وحذرت الجميع من الاقتراب من النوافذ وطالبتهم بالتحصن داخل الغرف أو داخل المكاتب أو داخل الفصول، والابتعاد قدر الإمكان عن الطرقات داخل الجامعة، وكذلك الابتعاد عن النوافذ حتى يتم القبض على هذا المسلح الذي ما زال طليقا حتى الآن داخل مبنى الجامعة. الشرطة أيضا قامت بالإحاطة بمبنى الجامعة من كل الجوانب، تحاول أن تخرج من تستطيع أن تخرجهم من الطلبة والدارسين والمدرسين أيضا خارج الجامعة، أما من لا يستطيعون الخروج فبإمكانهم البقاء في الداخل والتحصن في مكان آمن حتى ينتهي هذا الموقف. تم نشر صورة لهذا الشخص على وسائل الإعلام الأمريكية، ويبدو أنه من أصول آسيوية، ويتم البحث عنه حتى الآن، ويبدو أنه كان هاربا من مكان ما، يبدو أنه مجرم هارب من مكان ما أو من جريمة ما، ويبدو أنه وجد في مبنى الجامعة مكانا جيدا يتحصن فيه أو يستطيع الدخول إليه والتحصن فيه حتى لا تستطيع الشرطة الوصول إليه. هذه ليست المرة الأولى كما قلت منى يحدث فيها إطلاق نار في نورث كارولاينا أو في الولايات المتحدة طبعا بالتأكيد، وليس أول مرة يحدث ذلك في جامعة قتل العديد من الطلاب والمدرسين في جامعات أمريكية مختلفة وفي حوادث متفرقة في ولايات مختلفة. اليوم بالمناسبة هو أول يوم للدراسة الجامعية في جامعة نورث كارولاينا، وهذا يعني نذير شؤم بالنسبة حتى للطلبة والدارسين والمدرسين في هذه الجامعة أن يحدث ذلك في أول يوم من أيام الدراسة الجامعية. حتى الآن لا يزال الموقف نشطاً، ولا يزال هذا الشخص المسلح هاربا، ولم تستطع الشرطة إلقاء القبض عليه. إذن رامي، لم يتم إطلاق النار كما ذكرت، هو يعني هذا شخص يحاول الفرار فقط، ووجد في هذا المكان الجامعة مكان يعني آمن وملاذ له حتى يتمكن من الهرب، لكنه لا يستهدف أبدا إطلاق النار على الطلبة كما يحدث في كثير من الأحيان، أن هناك استهداف للطلاب سواء في مدارس أو في الجامعات في الولايات المتحدة. يبدو بالفعل الأمر كذلك حتى الآن، ولكن وجود شخص بهذه الخطورة ومسلح ويبدو أن لديه سجلا إجراميا، لأن لديه صورة جنائية لدى الشرطة من تلك الصور التي تلتقط للمجرمين وأصحاب السوابق، لديه هذه الصورة وتم نشرها في وسائل الإعلام، يبدو أنه شخص خطير بالفعل ولديه السجل الإجرامي. وجوده بهذا الشكل ومعه هذه الأسلحة داخل مبنى في الجامعة، حتى وإن كان هو ليس لديه النية أو الدافع لإيذاء الطلبة أو إطلاق النار عليهم أو إطلاق النار على مرتدي الجامعة، ولكن وجوده في حد ذاته يمثل خطورة كبيرة، ولذلك تحركت الشرطة الأمريكية بسرعة وأطلقت الإنذارات في كل مكان. الجامعة أيضا أطلقت الإنذارات داخل مبنى الجامعة تطالب الجميع بالخروج إذا تمكنوا من ذلك، وإذا لم يتمكنوا يظلوا باقين متحصنين داخل غرف ومكاتب ربما يعني الجامعة. تتخوف السلطات من أنه قد يحتمي بالطلاب ربما حتى يكونوا دروع بشرية له يحموه من أي محاولة للشرطة أن يعني تقبض عليه في هذه عملية التحصن الذي يتحصن فيها في هذه الجامعة. على أي حال بشكرك شكرا جزيلا من واشنطن زميلنا رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة وهذه التذكرة بأهم العناوين. محكمة اتحادية تحدد 4 مارس المقبل موعدا لمحاكمة ترامب في قضية اقتحام الكونغرس. والبرهان يؤكد أن الجيش السوداني سيقاتل حتى النصر ودحر التمرد. والاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه الكامل لسفير فرنسا في نيجر لمواجهة ضغوط المجلس الانتقالي.
للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، ويمكنكم أيضا متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وإكس وإنستغرام ويوتيوب. يمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11.747 رأسي. كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.